هل من احد يسمعني؟ لا 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 اسمعوا صلوا على محمد قولوا لا اله الا الله حق لا اله العلم سلامتكم وانت سالم زيودي سبوري العلم سلامتكم طبعا في هدايا هنا حلوين ثلاثة من الأشخاص يستاهلون حلوين حلوين طبعا الموضوع والله ودي انه بيدي واني اقدر عندي استطاعة اني اطلع برا كوالله العظيم ان كل رجالة منكم ما تكفيها هدية واحدة وكلكم تدرون بغلاتكم عندي محبتكم عندي هذه اخر هدايا في البرنامج من فرق الدعم والله لا يهينهم وجمل حالهم ما قصروا معنا كل يوم اثنين يفرحونا والهدية اللي تجي لواحد منا تفرحنا جميع حلوين؟ حلوين طيب ما تتوقعون؟ من اللي يتوقع نفس الهدية؟ انا اتوقع واحد منه ورئيس عبد العزيز انا اتوقع واحد من برا والله شاري عمر توقع لك هدية؟ عبد الرزق توقع عبد الرزق لك هدية؟ انا شغلت انا ان شاء الله عبد الله شايع توقع لك هدية؟ ايه يستاهل شايع هدية وانت هديت يا ابوي الله يرحم ابوك مسلط ريتويت كلام ابو شايع حيلان يلا يا سلام يا يا حبيبي اي لاف يو ليش اكذب عليك واجامل مثل انا هدية نفسي كفو ثقة. يا حظك نفسك سلمى اتوقع لك هديه قمت تكفو حلو ابو ناصر والله اتوقع كل علم طيب لكن اي هديه فهي لنا كلنا الله عليك الله عليك ابو عوض انت هديتنا يا زلمه الله يسعدك اجد تعال تعال خذ هديه احمد عوض تعال تعال تدرون ليه يا حظه يا حظه يا حظه يا حظه يا حظه يا حظه قبل هديه اباك على قبل عرضه تقول عرضه فينيشن يلا ارجع ارجع عرضه فينيشن يا الله عز دولتنا وزمان يا عاديها ال سعود قاداتنا والله وتخليها يا الله عز يلا عطى ها بس سوي ذي اللي ها 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 يا الله عز دولتنا احمد 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 والله تعال والله تعال يا الله عز دولتنا قوموا تعال يلا يلا هذا هذه وهذه تستاهلها اثنتين عشانك سويت انت عرضتين روح عيش واحد هذا الكبير من هنا لا روح ارجع ارجع طيب صلوا على محمد باقي معنا كم؟ اثنين او شو اعطوا صوره؟ تعال تعال احمد طيب باقي معنا هديتان او هديتين او هديتون هذا لي يا ابو عوض صح حلوون ولا ما حلوون طيب من اللي يتوقع ان هذه الهديه له مصلط توقع المصلط طيب حاب اقولكم ان الهديه هذه مقدمه من فريق دعم عبد الله الرزقي تعال تعال هذا كبير قبل لا تاخذه عطنا بيتين غنى بصوتك غنى بصوتي غنى بصوتك صدى ولا بدون؟ صدى بدون صدى؟ صدى بدون صدى منيب؟ صدى روح يلا يلا يقول اي بيتين؟ اي بيتين روح طيب يقول اي والله ان كانك تشوف الله حدتني اكبر الظروف ليتك على قلبي تروح ولا الحسرة أذكرك لا صب المطر كأنه يوصل لي خبر والبعد قاهرني قهر تحية يا شباب طيب طيب هذه لك هذه هذه بلدي ضل وجهك طيب ضل وجهك تبقى لدينا شكرا شكرا فريق الدعم شكرا صورة بلا صورة يلا يلا نظر لي داي طيب تبقى لدينا هدية او هدية او هدية واحدة كم باقي؟ واحد واحدة تتوقع من؟ لا 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 عبد العزيز ادنا لي لو لي ما قلت هات كلام كلام طيب
اشوف نادوا لي فهد فاير بس لحد يعلم. طيب واحد ينادي لي فهد فاير بس بدون ما يعلم. طيب واحد رحنا مصرط مصرط لا تعلمه. طبعا فهد فاير من الناس اللي يقدر الهدايا. فهد فاير ف على ما يجي فهد على ما يجي فهد خليه يتكلم. دقيقة يلا روح هنا. معك معك روح كلم ذيك. بيض الله وجهكم لجميع من اهداني. بيض الله ان انتم هديتي سواء فريق دعم من جمهور. بيض الله وجهكم ورحم الله والديكم على الهدايا الطيبه اللي تفرحنا في اللجنه والهدايا والله معرفتكم وتشجيعكم لنا. وبيض الله وجهكم. هذا براند اسمه. تفضل روح تكلم لازم تشكر لازم تكلم. كلم ال على كل من اهدى وكل من عطى انت واكبر هديه لعبد الله هريدي. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. شكراته يا حظ يا حظ. عندك 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 وين عندك حياه. طيب صلوا على محمد. اعذروني على الدور يا جماعه. قولوا لا اله الا الله. تركيز يا شباب. انتبه وشايع عطهم انتباه. حلو عطهم ثانيه انتباه. طيب مسلط لين اديتها؟ لين اديتها؟ ما ابلك عشان يجي يشوف الفعاليات. ما ابلك انا ما كان ودك تيجي عشان ما تنحسر يعني تشوفه بس ما ابلك. طيب الهديه الثالثه يا طال عمر السلامه اللي هي من فريق دعم او هديه للمتسابق الجميل اللطيف زايد بن صابر. تدري ليش قلت زاد بن صابر؟ لان اللي الفهد فارع زاد صابر. وراها وجهك وجهك. اجري اجري سد سد. لا تغل. يلا دنك انت. انا باخذ صوره صوره محترمه صوره محترمه. يلا دقيقه. تعال تعال تعال. اشكر الفوارع. شكر جزير احمد اخي احمد بيض الله احمد احمد عبد الله احمد ابو شايع تتيمم. بيض الله وجيهكم. تعال ابو غالب. بيض الله وجيهكم. الله يرحم والديكم يعطيكم العافيه على الهديه الطيبه. استاهل سلون الطيب. انت ابو فارع انت الهديه للفوارع. يا حبيبي انت. اي والله العظيم اشوف خلينا والله فخمه. يا اصبر اصبر شباب. يا تقول يا تقول تبيك تبيك سقط طاقم فنجيل الهمام. اوه في صوت في صوت في صوت في صوت فنجيل. الله 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 يا عيال دايم مقرود دايم. شوف دم. اي والله فاين 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 دم. شفتك بس شف يا رجع معك. شوف بدال شف دم. شوف هي 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 دقيقه دقيقه. تعال تعال كوع دخل بحلقي. عشرة لي العب معك يا الدبه. عشرة لي كوع دخل بحلقي. تعال غسل. شكرا صلى محمد. صلى محمد. اول شيء ابو فارع انت تستاهل هذا اولا. ثانيا والله ان فهد فارع من اكثر الاشخاص اللي يستانس اذا جت هديه. من اكثر الاشخاص اللي يقدر الهدايا وتيجي وقعها عنده عالمي. الله يبارك والله انت تستاهل. بيض الله يعيش الفارع. يعيش الفارع. دقيقه دقيقه طقم فنجي. اصبر طقم فنجي. عطنا عطنا كلنا. دقيقة رجل. اصبر اصبر سبح لي سبح هنا خلاص خلاص خلاص. والله ابغى يقول اصبر اصبر يا بس خلاص يا شباب. طيب كم مني اطيركم. اي ما مطير يرد 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 ما غير هذا. هذا الجد والله وجه اللي جاب فهد حتى ما عطى. امسك 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 امسك. السهل الطيب يا ابو جاب. والله حلو عطر الليل. ليش حلو منمق ولا العطر. فريق دعم فهد فارو. انا قدمت هذه. اعطني واجب. هذا عود. يا الله واجب وزير يا شباب. يا عيال بصدمكم. باقي في هديه يا شباب. اي والله
تهاوجي. اسمعوا متابعين بعد محمد بعد شوف برط منطفخ كلب. لا لا شوف هذه لا في صدق يا عيال قول لا اله الا الله. لا اله الا الله بالله اذا ما عليكم تصفون هنا ما ادري كيف رش لان باقي في كلام مهم جدا جدا جدا. تعال ابو فارع تفضل تعال انت هنا صفوا جميع في كلام مهم جدا كلام معهم. طبعا الهدايا جات لاحمد عوض عبد الله الرزقي وفهد فارع هذا اللي اعلنت انا. باقي فيها هديه وهي لكم يا مشتركين المجلس جميعا وتستاهلونها. والهديه صراحه امسكوا اسمعوا والله العظيم صدقين هديه جاتكم يا طعم السلام من الشرقيه. يا سلام حلو من الشرقيه لها سلموا عليه سلموا عليه طلع على اكثر من 100 صح. هديه يا طعم السلامه ارسلتها لكم فاطمه بنت سعد بنت رجال الشير اللي هي ارسلت زايد صابر لكم. الله يعطيك العافيه تستاهلون والله تستاهلون الهديه. الله يعافيك يا عقبى ما لبسك البشت وازف فيك اللهم امين يا رب ازف فيك الله يخلي لك ازف فيك.